رفيق اللحام فنان إذا ذكرنا اسمه يرتبط اسمه بالأردن، وهو الفنان التشكيلي الرائد الذي واكب مسيرة الفن التشكيلي الأردني عبر مراحل المختلفة ولغاية يومنا هذا. وهو فنان مبدع ومتعدد المواهب والمجالات في مجالات الرسم والتصوير والحفر والطباعة والتصميم والجرافيك وإلى آخره من هذه المجالات المهمة في الفن التشكيلي الأردني. أنا لا أريد أن أطيل في الوقت، لكن وأود أن أستغل هذه المناسبة لأوجز وبسرعة تاريخ الفن التشكيلي منذ تأسيس عمارة شرق الأردن عام 1921 ولغاية اليوم. وإذا عدنا لتاريخ معرضا للمشاركين في المشاركة. وانت يعني قامة عريقة بالفن، فحابين انه نقدم لك هالتذكار الصغير يعني تقدير لعطائك، واحنا بنتشرف بك دائما. الله يخليك. اللوحة بشعر انه زي ابني زي بنتي، انه انت وقت بتعاشرها. الحمد لله، لان كل لوحة الا يكون لها قصة. مثلا لوحات القدس، هذا الاله النبطي بطلع عليه، هذا ما وصلت أوروبا لهذا التبسيط لقبل 150 سنة عندما مارس الفن كاندينسكي، موندريان وبيكاسو. هذول الأنباط قبل 2000 سنة عملوا التبسيط هذا للآلهة. لذلك لازم نفتخر بالفن تبعنا وفي بلدنا الأردن. نلاحظ كيف أنه الفنان يتجاوز 80 من عمره ومع ذلك هو متجدد بالعطاء ويحب بلده الأردن، وهذا أمر يدعو للفخر ويدعو للتكريم. من رواد الفن التشكيل الأردني وربما يكون العربي، فهذا بحد ذاته يعني مبرر لأن يكون رفيق اللحام معنا اليوم.